إذا حان وقت مواجهة جديدة على خط التماس، من سيفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين الأحد المقبل، الأهلي أم النصر؟ الجواب مع كريستين داغر، إليك كريستين. شكرا علي. إذا مشاهدينا، المواجهة الليلة على خط التماس نتطرق فيها للحديث عن نهائي كأس ملك السعودية الذي سيقام الأحد المقبل. وموضوع المواجهة على خط التماس هي من الأوفر حظا للفوز باللقب، الأهلي أم النصر؟ وللدفاع عن الأهلي ينضم إلينا من مدينة جدة سعد الحارثي، كما ينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض حاتم الحربي الذي سيدافع عن النصر. سعد وحاتم مرحبا بكما. سأبدأ السؤال الأول لسعد. يعني سعد، الأكيد أن الأهلي هو الفريق الأفضل هذه السنة بحكم فوزه بالدوري السعودي، ولكن هل هذا يعطيكم الحق لتتويجه بالكأس حتى قبل المباراة؟ أول شيء السلام عليكم ومسي على ضيوفك ومسي عليك بألف خير. طبعا يعني الحظوظ للأهلي أوفر بكثير بحكم ان احنا ابطال الدوري واكثر يعني استحواذ على كاس الملك، يعني ان احنا اكثر يعني استحواذ عليه اكثر من 12 مره يعني ماخذينه. صحيح. سانتقل اليك حاتم. حاتم، يعني الاهلي فاز بلقب الدوري السعودي، فيما النصر تراجع مستواه، والدليل على ذلك انه يحتل المركز الثامن هذه السنه. من أين لكم هذه الثقة الزائدة بأنكم ستتواجون بكأس خادم الحرمين الشريفين؟ في البداية أمسي عليك ومسي على السادة المشاهدين وعلى الأخ سعد الحارثي، وأشكر قناة سكاي نيوز على الاستضافة. يعني الفريق إن شاء الله بإذن الله بيكون في يومه وبنحقق اللقب إن شاء الله، وبالأساس أصلا لا يوجد خسران في هذه المباراة. شرف السلام على سيدي مولاي خادم الحرمين الشريفين هو أكبر شرف لأي لاعب في الملاعب السعودية. سعد، لقد واللقب إن شاء الله. نعم تفضل. واللقب إن شاء الله بإذن الله بيكون من نصيب العالمي، وسنحتفل إن شاء الله باللقب في الرياض بإذن الله. كيف ترد عليه سعد؟ يعني بالله ارد عليه بكل بساطه بالارقام وبالمستويات. يعني انت شايف مستوى الاهلي هذه السنه والسنين اللي فاتت، يعني الحمد لله في مستوى ثابت، ما منه اي خوف انه يواجه النصر. فاخر مواجهات الاهلي متفوق على النصر بكثير وبقوه، وحظوظنا اوفر. يعني متعودين على النهائي حق كاس الملك يعني كثير، يعني الحمد لله. بكل بساطه اقدر اقول لك انه الكاس إن شاء الله بجدة حيكون. طيب سعد، يعني انتصاركم بالدوري السعودي، ألا يشكل ذلك ضغطا إضافيا عليكم تجاه الأهلويين؟ لأن كما تعلم الخسارة ستلقى الخيبة ويعني الغضب. لا شوفي، نحن خلاص أخذنا الدوري، ارتحنا تماما من يعني ضغط سنين كان. دحين مستعدين، نحن بطولة تعتبر قيمة وبطولة غالية على كل سعودي، حنلعب فيها كأننا ما عندنا أي ضغوطات أو أي شيء، فحنلعبها بكل أريحية. ونحن مضغوطين، الأهلي الحمد لله مو مضغوط، خلاص الهم اللي كان عليه أنزاح، دحين شيء بسيط جدا، حنبدأ إن شاء الله في البطولة هذه نلعب عليها إن شاء الله ونحن مرتاحين، فما هو ضغط لا بالعكس. وحتى لا قدر الله لو خسرناها، شرف السلام على الملك خادم الحرمين الشريفين، هذا شرف لنا كبير. ثاني شيء إنه نحن يعني كان عندنا هم أكبر وأخذناه بصراحة. حاتم، يعني أراك تبتسم، ألا يستفزك هذا الكلام؟ أنت كنصروي؟ لا، في البداية أنا أبارك لجمهور الأهلي ولعيبة الأهلي وإدارة الأهلي تحقيق اللقب الدوري بعد غياب أكثر من 35 سنة، وطبعا نبارك لهم على اللقب الثالث اللي فازوا فيه. ونقول للأخ سعد، المباراة 90 دقيقة تلعب على جزيئات صغيرة جدا، التاريخ لا يعني شيء في هذه المباراة، المواجهات السابقة لا تعني شيء بهذه المباراة، من يلعب عندما تحضر روح النصر بإذن الله سيحقق اللقب. إني أرى لا 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 شوف شوف لا لا مو التاريخ، بإذن الله سيحتفل بال
تفضل اخ سعد اسمعك. طيب كويس، ما احنا زعلانين برضو اهلاوي يعني، ما حيكون حيكون اهلاوي برضو لو اخذ حسين عبد الغني يعني. لا لا يعني هي مو حكايه مستويات او شيء، هي حكايه استسلام منك، استسلام يعني في يعني استسلام يعني منك هذه. من البدايه اخ سعد لا مو استسلام، استسلام كيف استسلام؟ انتوا حققتوا الدوري وحققتوا كل البطولات، نص اللعيبه اهلاويه، خلينا نتكلم وكل الناس عارفه وشايفه هذا الشيء. أيوة. انتوا صح تعبتوا واشتغلتوا على الفريق جدا بشكل رائع، وواحد ما ينكر هذا الكلام، بالعكس اشتغلتوا عليه بشكل قوي وجمعتوا عناصر قويه واخذتوا اللي انتوا تبغوه، كنتوا منقطعين عن البطولات لفتره بسيطه ورجعتوا بقوه، ونحن كمان رجعنا فريقنا باقوى، والان ما حد ينكر انه الان هو يعتبر فريق الاحلام، فريق الاهلي هو يعتبر من اقوى الفرق يعني تقريبا، انا لو اقدر اقول لك على الخليج كامل تقريبا. لكن اذا جيت بتحسبها كمواجهات وكارقام غير التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا طبعا شيء اكيد، لكن كمواجهات وكارقام انت عارف يعني ما نقدر نقول نحن متفوقين يعني على النصر باشياء كثير يعني. فاذا جيت تحسبها هذه المباراه في تاريخيا تقريبا 118 مباراه تقصد على النصر؟ لا كيف متفوقين على النصر؟ اني انا فايز عليك، فانا ما عندي رهبه. دع عنك الماضي، هذه مباراه نهائي، هذه مباراة نهائية. لا أنا ما أقول لك ماضي، أنا ما أقول لك مباراة المباريات السابقة. أسمعني أنا ما أقول لك ماضي، أنا ما أقول لك في هذه المباراة. لا لا أيوة التاريخ والأرقام والإحصائيات هذه أيوة. شيء في الماضي وانتهى. أنا طب اسمعني، مباراة 90 دقيقة أيوة. سنأتي لا 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 بالعكس، هذا يعطي وسنأخذ اللقب ونذهب بإذن الله للرياض. طيب. ونرى فريق الأحلام لا 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 أنا أعطيك أنا أعطيك أنا أعطيك أعطيك الأشياء لا 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 أنا أنا أقول لك فريق الأحلام، وأنتوا تحلموا يكون عندكم فريق زي فريق أنا أوكي. لا لا إحنا صار عندنا فريق أفضل من هذا الفريق، نحن أقوى وحققنا إنجازات. هذا يريحنا يريحكم في إيش؟ إيش الإنجازات اللي أنت تتكلم عنها تقول أفضل من النصر؟ يريحني أنا أدخل مواجهتي مع النصر. أنا لا لا أنت عندي إذا بترجع 12 كأس ملك، إذا أنا عندي 12 كأس ملك فايز عليه تقريبا استوقف عند النقطة 51 مرة في المواجهات كاملة. حاتم لدي سؤال لك، لحظة نعم حاتم، يعني البعض أنا أرتاح. نعم حاتم، البعض يقول بأن فوز النصر، البعض يقول بأن فوز النصر بالموسمين السابقين كان مجرد طفرة يعني لن تتكرر إلا بعد سنين، كيف ترد على هذه الأقوال المستفزة حاتم؟ بلعيبة الأهلي فازوا الجماهير، بلعيبة الأهلي كيف النصر، النصر حقق إنجازات ما حققها الأهلي. النصر شرف الكرة الآسيوية والعربية في أفضل محفل وهو كأس العالم، أول نسخة لمسابقة كأس العالم، والشيء ذا يحلمون فيه جمهور الأهلي وجماهير كثيرة من الأندية يحلم بهذا الشيء. الشيء الثاني بالنسبة للأخ سعد، طبعا سعد الحاثي اسم عزيز على قلبي ويعرف الاخ سعد خاص خصوصا بنفس المشاركه هذه بنفس مسابقه كاس الملك أكيد يعرف الهاتريك اللي سجله سعد الحاثي أكيد. يعني جميله هذه الروح الرياضيه بينكما. اي نعم جميل ان شاء الله. وانا اسال الاخ سعد، بتحضر المباراه في جده؟ شو ان شاء الله اكيد طبعا، وهذه شعارات انا اكيد بتحضر. أشياء انا انصحك يعني، وهذه امور لا 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 داخلين فيها انا وحاضرين وحتشوفني هناك ان شاء الله باذن الله. وانا ابارك لك، ابارك لك من الان في بالفوز في المركز الثاني، ابارك لك من الان. بس اتمنى من جمهور الاهلي أنا يعني إن شاء الله استناك في الملعب. ما يكون ما يكون ما يكون في إغماءات بس في المدرجات، هذا أتمنى الشيء ذا. نعم. لأن أنتم عودتونا في المدرج. نعم. سؤال أخير لك. في حال الفوز أو في حال الخسارة. حاتم. في حال الفوز أو الخسارة. سعد هل الأهلي سيحصد؟ ما أدري أنا يعني أتمنى أنك يعني إيش المقصد؟ سعد هل سيحصد؟ هل سيحصد؟ نعم هل سيحصد الأهلي الثنائية؟ احنا جينا قلت لك كمواجهات وكارقام نحن اقوى اوكي، لكن
التوفيق من رب العالمين. لكن تتكلم عن ارقام، ايش الارقام اللي تتكلم عنها؟ ما في احد، ما في حكم. هل سيتمكن النصر من على الارقام هذه؟ وخليك على المواجهات، وخليك على المباريات، وخليك على المباريات، وخليك على المباريات. سعد الخارثي من جدة وحاتم الحربي من الرياض، شكرا جزيلا لكما، شكرا جزيلا لكما. إذا مواجهة اليوم مشاهدينا على خط التماس تنتهي بأفضلية كبيرة في التصويت لصالح الأهلي للتتويج بلقب كأس ملك السعودية، لكن الحسم على أرض الواقع سيكون الأحد المقبل بملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز بمدينة جدة. أما أنتم مشاهدينا فموعدنا يتجدد معكم الأسبوع القادم بموضوع جديد ومواجهة جديدة. والآن نعود إلى بقية فقرات ملاعب والزميل علي. إذن شكرا كريستين. مشاهدينا الآن نذهب إلى فاصل قصير، بعد ذلك نعود إلى ملعب جديد السانسيرو في ميلانو، مسرح ديربي مدريد بنهائي تشامبيونز ليج.